إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. تضخم الكبد، ماذا تعني كلمة تضخم في الكبد؟ ناس كتير مننا ممكن يكتشف بالصدفة لما يعمل سونار على البطن إن عنده تضخم في الكبد. تضخم في الكبد تعني إن الكبد حجمه أكبر شوية من حجمه الطبيعي. بيقدر طبيب السونار يعرف كده لما ياخد مقاسات الكبد من الأشعة. يا ترى التضخم ده حاجة مقلقة ولا حاجة عادية؟ إيه أسبابه؟ طب هو ليه أضرار؟ إمتى أقلق منه؟ تضخم الكبد في حد ذاته لا يعتبر مرض، وممكن يكون تضخم الكبد موجود بنسب بسيطة ويعتبر أمر طبيعي عند بعض الناس، وممكن يكون تضخم الكبد طبيعي في مراحل سنية معينة، لكن ساعات بيكون تضخم الكبد علامة على مشكلة في الكبد أو حتى خارج الكبد. أشهر أسباب تضخم الكبد في الوقت الحالي هو تكدس الدهون في الكبد بسبب الوزن الزيادة، أو بسبب مرض السكر، أو شرب الكحوليات، أو بسبب خلل في تعامل الجسم والكبد مع النشويات والدهون. كل الحاجات دي ممكن تتسبب في إن الكبد يكبر شوية عن حجمه الطبيعي بسبب تراكم الدهون فيه، والدهون دي لو تسببت في إنها ترفع إنزيمات الكبد، ده بيتسمى دهون الكبد المرضية اللي لازم تتعالج علشان ما تضرش الكبد على المدى البعيد. من الحاجات المشهورة برضو اللي بتعمل تضخم في الكبد هي التهابات الكبد الفيروسية، زي الفيروس الكبدي B والفيروس الكبدي C، اللي بيعملوا التهاب كبدي مزمن بيتسبب في زيادة حجم الكبد عن حجمه الطبيعي، ولكن كل واحد من الفيروسات دي ليه طرق علاجه المتعارف عليها. في سبب تاني خالص ممكن يعمل تضخم في الكبد، وهو سبب ملوش علاقة بالكبد أصلا، ممكن يكون السبب في تضخم الكبد مشكلة في القلب. لما يكون في هبوط أو خلل في كفاءة عضلة القلب، خاصة في الجانب الأيمن من القلب، بتخلي القلب ما عندوش القدرة إنه يسحب السوائل من الجسم، فبيحصل احتقان للدم والسوائل في أوردة الجسم كلها، وده بيؤدي إلى احتقان الكبد هو كمان بالدم ويعمل فيه تضخم. تضخم في الكبد مصحوب بألم في الجنب اليمين بسبب احتقان الدم فيه، وهنا بيكون علاج تضخم الكبد هو علاج المشكلة اللي في القلب. في أسباب تانية ممكن تعمل تضخم في الكبد، زي وجود أكياس كبدية وحمات خلقية أو أورام في الكبد، سواء مصدرها الكبد نفسه أو أورام ثانوية وصلت للكبد من ورم في مكان تاني خارج الكبد. الطبيب المتخصص هيقدر ببعض الفحوصات البسيطة يحدد سبب تضخم الكبد إيه، ويطمنك لو مفيش حاجة ويعالجك لو محتاج للعلاج. دمتم بصحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.